السلام عليكم اخواني اخواتي، اليوم غنطرقوا لواحد الموضوع ديال الدون. كثير من النساء تيعرفوا الدون وتيعملوا الدون عند النساء، اما ديك المراه تكون كوراطه، اما تكون مركوبه، اما تكون عطاره، اما تكون شي حاجه تدير الدون. هذاك الدون اخي اختي تديريه عند دوك النساء، اكثر ديال دوك النساء تيكونوا مركوبات، والشيخ او الفقيه او المعالج او الراقي ما تيكونش مركوب، لان تيكون يكون الشيطان ويتحكموا فيه. عندما ولا تمشي ديري هذاك اللون تجيب هذوك الشياطين مع ديك السيده اللي فيها هي وتقول لها كاين فيك وفولادك وفي المنزل ديالك والزوجك اللي متزوجه. لهذا اللون عنده طرق ديالو، عنده فقيه ديالو خاص به. اصلا الراقي ما يخدملكش اللون، اللون عنده فقيه ديالو للزاويه، عنده قواعد وعنده اختصاص وعنده ورد وعنده اذن وعنده مشيخه. لهذا اللون خاصك بحال مثلا بغات تخدمي اللون 7 ايام تبيتي كيلو تحط الراس ديالك، الرأس ديالك والغد ديري للدون، وداك للدون خاصك ما تديريه للغد وتطردق تحتك، خاصك دير معاه شويه الفاصوخ، اما فاصوخ ابيض اما فاصوخ اسود. ها هو الاسود، هذا الابيض، ثم طردقي تحتك لمده 7 ايام كل نهار كيلو، يعني 7 كيلو. راه ماشي الانسان تيدير صفحه وتبقى يدير بشويه بشويه بشويه، 7 كيلو باش تطل اي حاجه. وعاد كاينه التباخيره غنطرقوا ليها في فيديوهات اخرين ان شاء الله، تنساو الاشتراك والدعم والمشاهده.